السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هعمل صيانة للويف ميكر. طبعا هو ماركة جيبو، طبعا ماركة غنية عن التعريف والحاجات اللي هي أثبتت كفاءة في السوق، ممتاز جدا وبتعمل أشكال كتير لبول البحر. هنفكها، ولازم تخلي بالك وانت بتفك الكهرباء بتاعتها الفيش، لازم ايدك تكون غير يعني مش مبلولة. طبعا هبدأ أفك الوصلات بتاعتها وفيش الكهرباء. طبعا لازم أشيل المغناطيس بحذر وأنا بفكها من على الإزاز. اول شيء لازم اجيب اي شيء احط فيه حوالي لتر مية، واجيب الديب اللي هو المطهر، او لو مفيش المطهر ده ممكن احط معلقة خل ابيض اللي هي بتاعة الاكل على لتر مية. طبعا ده افيد واحسن، الديب يعني هو مشابه للبتادين بتاع هبدأ أجيب الويت ميكر أغطسه شوية في قلب المية بالديب. بعد كده أبدأ أفك قطعة قطعة. وطبعا وأنا بفك الويت ميكر لازم أكون عارف كل قطعة مكانها ازاي، تركيبها في أي اتجاه. انا بفضل انظف الويف ميكر عامه بفرشه اسنان، بس طبعا لازم تكون جديده، ما ينفعش تكون مستخدمه، عشان طبعا المواد الكيماويه اللي بتكون موجود في معجون الاسنان يعني تبقى ماده مشابهه للصابون شويه، فده طبعا مضر لاحواض السمك دي، سواء ميه عذبه او ميه مالحه عامه هو مضر يعني ممكن يموت السمك. طبعا لازم اتاكد ان اي حاجه طحالب او اي وايت سبوت او اي شيء من الحاجات الضاره دي لازم اكون شلتها خالص من اي معده. طبعا بتأكد كويس ان التنظيف جاي لكل الاجزاء الداخلية والخارجية. طبعا تنبيه مهم جدا، ممنوع تنظيف اي معدات اي حاجة داخل الحوض، ديكورات اي شيء بالصابون، ده غلط جدا. يا اما تغسل بالملح او بالخل، ده احسن حاجتين للتنظيف.
قاعدة الميت ميكر اللي بتكون على الإزاز، برضو بهتم بتنظيفها كويس. بعد كده ببدأ أركب القطعة تاني اللي أنا فكيتها. طبعا كل قطعة بالاتجاه بتاعها، طبعا ده بيختلف في أداء الويب ميكر. طبعا انا بكرر وبعرف الناس ان الويف ميكر ده هو صانع الامواج، هو اللي بيعمل الموج في الحوض، هو اللي بيعمل البيئة الطبيعية كأنه بالظبط في البحر، نفس التيارات. وفي ميزة ان هو بيعمل تيارات مختلفة تقدر تظبطها عن طريق التايمر. بعيد وبأكد على الأماكن اللي أنا نظفتها، أعيد تنظيفها تاني في أي شيء ما خدتش بالي منه أكرر عليه تاني. نوت ميكر ده ماركة جيبو،
هبدأ أركب الويك ميكر على الإزاز. طبعا لازم أخد بالي من المغناطيس بتاع الويك ميكر وأنا بركبه على الإزاز، لازم أحط القطعة الأولانية جوه المية، بعد كده أجيب المغناطيس أمشيه من تحت لحد ما يطلع يقابل القطعة اللي داخل الحوض. شفت القفلة بتاعة المغناطيس؟ فده كل الحذر إن إيدك تيجي ما بين الإزاز وما بين المغناطيس. برضو أنا بركب التوصيلات الكهرباء لازم تكون إيدي جافة تماما عشان ما يحصلش أي مس كهرباء، لأن برضو من حاجات الخطر جدا. ده تصوير من الناحية بتاعت الويف ميكر. لازم اركب الكابل ده مظبوط واقفل عليه جامد. بعد كده بجيب الفيشة وبركبها في التايمر بتاع الويف ميكر. هبدأ اشغل التايمر اشوف الويف ميكر شغال مظبوط. شفت شكل الموج؟ دي التيارات اللي بيعملها في المية. هنا بقى في كذا نوع من التيارات. وده طبعا شكل الأمواج في المية. هنا لازم يكون في تيارات مختلفة، لازم في سطح المية يكون كده، المية بتتقلب باستمرار. طبعا الويف ميكر ده ممتاز جدا لأنه بيوفر لي 5 أنواع و5 أشكال لموج البحر. كمان بيوفر لي إن الموجة نفسها المد بتاعها طويل أو قصير، ودي برضه من الحاجات الممتازة جدا.